4 سنين تتجدد تشكيل الحكومة ونمرق بموسم الانتخابات، قرارات عديدة لازم ناخدها كمواطنين أردنيين، ولا شك إنه أولادنا هم مستقبل هذا الوطن. كيف منربي أولادنا سياسياً وشو منعلمهم ياخدوا من قرارات تخدم مصالح هذا الوطن؟ تعالوا نسأل الشارع الأردني رأيه بهذا الموضوع. في المستقبل حضرتك عندك أولاد أو متزوج؟ طيب في المستقبل لو إجوك أولاد كيف بتربيهم سياسياً؟ شو بتعلمهم؟ شو الأشياء اللي بتزرعها فيهم؟ مين يختاروا؟ شو القرارات اللي لازم ياخدوها لصالح البلد؟ إيش الشغلات اللي بتزرعها فيهم؟ أو يمكن حتى ما بتكلمهمش بالسياسة إطلاقاً، أنت شو بتشوف؟ يعني هذا الإشي من ناحية سياسية أنا ما بحب أتطرق له كتير صراحةً، لكن بوعيهم سياسياً بحيث إنه لما بدهم يختاروا مثلاً، إحنا داخلين على فترة انتخابات حالياً، لما بدهم يختاروا نائب مثلاً على سبيل المثال، بدهم يكونوا عارفين إنه هذا الشخص لازم يكون على قدر الثقة، وأنا بدي أعطيه صوتي، مش لحتى يعني في كتير كمان ممكن حالياً أمور فيها بيع أصوات وفيها مشاكل تانية. فلما بدك تختار نائب أو تختار حدا يمثلك أمام الحكومة أو يمثلك في هذا الوطن، بده يكون على محمل الثقة وعلى محمل الجد. يعني برضو كمان بدك توعي سياسيا من نواحي كتير، من نواحي محليا وعالميا يعني بشكل عام. أول شيء ما قلت لك، أنا بعلمهم أول شيء حب البلد ويحبوا الأرض قبل ما يحبوا الأشخاص اللي هني حينتخبوه، تمام؟ لانه الافراد ياتون ويذهبون، اما المجتمع والارض والبلد هي باقيه. محبه الوطن اهم شيء فوق كل شيء طبعا، فهمتي كيف؟ بتوعيهم، بتحكي معهم بالسياسه لما يوصلوا لهذا السن؟ طبعا لازم، لان هم راح يختاروا، وانت لازم تحكي لهم شو بدهم يختاروا او انهم يمشوا على الطريق الصحيح. ما يسمعوا كلام هذا ان هم يختاروا هذا هم مش مقتنعين به. اول شيء يتفرجوا على قانون الانتخاب وعلى اداء المجالس النيابيه، بعدها بنقرر شو بدنا نعمل. لا بالعكس، لازم يكون له شخصيه، لازم يفرض انه له راي بالبلد هاي، كل مواطن له راي. هيك تعلمني. اكيد واحد بيخدم بالبلد وبدامها لقدام، اكيد انتخبه هو نفسه. يعني بحب أن أولادي برضو كمان يعني دائما بوعيهم على خدمة الوطن، على الواجب الوطني، على الإنسانية، كيف يتعاملوا مع الناس، يعني يختاروا مين بالضبط. نعم يعني حتى يعني يتربوا على إشي، يعني يكونوا عارفين مثلا في المستقبل أنه شو يختاروا شو يعرفوا لنفسه. والله السياسة إحنا يعني ما لناش فيها، يعني بصراحة بعيدين عنها إحنا الحمد لله، يعني ما ندخلش في السياسة صراحة. يعني ليش بعيدين عنها الحمد لله؟ السياسة جزء من حياتنا كمواطنين. لا لا لا، السياسة يعني في كل مواطن لازم يعني، بس ما بنتدخل فيها يعني بصراحة. يعني ما بتعلمهم ينتخبوا، ما بتعلمهم ياخذوا قرارات. اوريدي انا اولادي كبار ان شاء الله، وعندنا نائب ان شاء الله بدنا ننتخبه ان شاء الله تعالى. نعم. طب كيف بتعلمهم يختاروا هذا النائب؟ لانه هذا النائب متعاون كثير معنا، كان بصراحة بالمنطقة اللي انا فيها كان متعاون معنا كثير بصراحة يعني. فبالتالي انا بشجع اولادي وزوجتي والحي اللي انا فيه ان شاء الله. اخر شيء الخيار راح يكون لالون. اكيد في ناس خيرين بالبلاد، في بالمجتمع ناس خيرين، في حكام، في رؤساء الى اخره خيرين. هن عليهم يختاروا الصح واللي بيخدم فعلا مصلحه البلد، ومصلحه البلد مش بس مصالحهم، بده يخدم مصلحه البلد مش مصلحه الافراد. واذا مصلحه الافراد فعلى الدنيا السلام. حب الوطن والارض اكيد بيبقى فوق كل شيء. أجوبة الشارع الأردني تجاه كيف بيربوا أولادهم سياسياً كانت متعددة، في اللي حكى لأنه فعلاً بيوعيهم كيف ياخذوا قرارات لصالح البلد، وفي اللي حكى لأنه يمكن ما بيتكلم معهم بموضوع السياسة إطلاقاً، لكن بيبقى حب الوطن فوق كل شيء. يارا أبو نعمة لبرنامج دنيا دنيا.